تم انطلاق شهر التراث. عنده اهميه اولا رمزيه، لان في ظل هذه السنوات اللي عشنا ديال الكوفيد كان لابد ان يكون واحد الاهتمام خاص بالتراث المادي ولا مادي، وهناك مجموعه ديال المبادرات يعني خلال هذا الشهر اللي غنطلقوها ان شاء الله. اولا خص لابد يكون واحد العوده للمواطنات والمواطنين يتعرفوا على التراث ديالهم، التراث المادي اولا عبر زيارات يعني المآتر اللي عندنا على الصعيد الوطني وجميع الجهات المملكه. وهناك مجموعه ديال المبادرات قلت، اولا تنشيط هذا التراث المادي، مجموعه ديال لاكسيون اللي سميناها حنايا لاكسيون كولتوريل، يعني مجموعه ديال الانشطه غتكون باش يكون واحد الاهتمام كذلك من الاطفال، من وكنعرفوا بان الاطفال هما اللي كيجيبوا العائلات باش يديروا مجموعه ديال الزيارات، فاش خاص يكون واحد الانشطه باش تهتم بالاطفال. غيكون كذلك يعني انشطه كيف ما شفتوا قبيله هذه المبادره ديال اطلاق لابليكاسيون باش نعرفوا بمجموعة ديال الآثار الوطنية. بالنسبة للابيل ماروك، بالنسبة لعلامة المغرب، أولا هي كاين هناك مجال قانوني اليوم باش نحميو تراثنا المادي ولا مادي. كتعرفي أن المغرب كمجموعة ديال الدول هو شريك للمؤسسات الدولية اللي هما كيحميو على جميع يعني بحال الأولمبيك، يعني جميع لي بروبريتي انتيليكتويل اللي كيكونوا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. فالتحدي اليوم هو ان يكون هناك يعني واحد المجال قانوني باش المواطن المغربي، باش المجتمع المدني، باش الدوله المغربيه تقدر ان داك تحامي على تراثها، تحامي على ثقافتها، على الصعيد مع يعني مع المؤسسات الدوليه اللي الدور ديالها هي الحمايه ديال الثقافات ديال الدول.